يقول الشيخ هذا السائل: بالنسبة للوعظ عند القبور كثرت في زماننا، أريد من الشيخ صالح توجيه في ذلك، وخصوصا توزيع الماء البارد على الحضور ووضع بعض المظلات للجلوس والتعزية. وضع وضع المظلات للتعزية، وهذا صدر قرار هيئة كبار العلماء بإزالة، وصدرت فتاوى من اللجنة الدائمة بإزالة هذه المظلات في المقابر. والعزاء لا يحتاج إلى مظلة، إذا لقيت أخاك المصاب تعزيه في طريقه أو في مسجده أو في بيته أو في مكتبه، أو تكلمه بالجوال أو بالتلفون وتعزيه. يا أخي ما حاجة إلى هذا التكلف بالعزاء، العزاء ما هو بواجب، إنما هو مستحب فقط. لا يحتاج إلى وضع مظلات وإلى تنظيم واستعداد وما أشبه ذلك.